يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسافر نزل عند صديقه، فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا الخبز. مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا الصديق، وكان قد احتلم، فذهب إلى المسجد فوجد ماء لكن كان باردا، وخاف على نفسه إن اغتسل لأنها كانت ليلة باردة. يقول تيمم للغسل وتوضأ للصلاة، فما حكم فعله؟ هذا في بلد وعنده إمكانية لتسخين الماء، ولا يستحي يقول إنه يقول للمضيف أنا أحتاج إلى غسل، يسخن له الماء، هذا ما له عذر في هذا. والحياة لا يمنع أنه يقول أنا حصل عليه احتلام وأريد ماء دافئ. نعم. وكذلك المساجد الغالب أنه يكون فيها سخانات في دورات المياه، يلتمس مسجدا فيه ماء مسخن. نعم.